مرحبا بحضراتكم والفقرة الأولى الحوارية، وعندنا ملفات كتيرة جدا طبعا على الساحة الرياضية، سواء بنتكلم النادي الأهلي أو طبعا المنتخب أو حتى محليا وعالميا، لأن في كلام كتير. ويعني مين أفضل من أستاذ سامي عبد الفتاح طبعا الناقد الرياضي الصحفي الكبير إن هو يكون معانا ونتكلم بقى براحتنا، لأن أستاذ سامي تاني هفضل أقولها بيمتاز كده بالتلقائية وفي نفس الوقت ما بيجاملش وهو بيتكلم. صباح الفل. صباح الفل يا نوال. صباح الخير كريم باشا. اولا الف سلامه على حضرتك، لان انا لاحظت استاذ سامي هو داخل عنده مشكله في ظهره او حاجه زي كده، فالف سلامه. واكيد مقدرين ان حضرتك جاي وانت تعبان يعني. الحمد لله. الف سلامه على حضرتك ومنورنا كالعاده. اهلا بيك. بسيطه الحمد لله. وعايزين نبتدي، تعالى بعد اذن حضرتك نبتدي باللي حصل في الفتره الاخيره، ابتداء من التعاقد مع سوارش، مرورا بظروف وملابسات التوقيت اللي هو تم التعاقد معاه فيه، انتهاء بانهاء التعاقد بالتراضي. شفت ازاي الملف ده الرحله؟ طبعا كان موقف اضطر له النادي الاهلي لما موسيماني طلب يمشي بعد خساره اللقب الافريقي. دي نقطه مهمه جدا الناس لازم تاخد بالها منها. هو يعني سحب نفسه من مسيره الاهلي في توقيت صعب، فالاهلي يعني كان لازم يدور على البديل. كل المدربين مشغولين مع فرقهم المميزين يعني، وبالتالي سوارش ده جه كان هو المتوفر يعني. متوفر جه في الكادر كده بدون رصيد كافي يشفع له للنادي الاهلي، ده رايي. وربما الاداره كان لها ظروف ثانيه في رؤيتها لاختيار سوارش. فطبعا الراجل اشتغل ثلث موسم يعني 17 مباراه يعني، وفي وقت الفرقه مش في احسن حال. خساره لقب افريقيا ده اثر نفسيا كتير، ترتيب متاخر في الدوري، ده كله لا عشان كده انا قلت في البدايه واكثر من لقاء ان اللاعبين عليها مسؤوليه اكثر من سوارش في الفتره اللي تولى فيها سوارش المسؤوليه. ان لازم يكونوا هم اجهز في صحه الفرقه وتحسين ترتيبها والمنافسه. فوجئنا بخساره كاس مصر. ايوه. فبالتالي دي كانت ضربه كمان قاسمة. يعني اجهزت على كل المعنويات اللي الجماهير كمان اتحملت كتير. صحيح طبعا. اتحملت كتير قوي. طبعا. يعني لقب افريقيا له ظروف خاصه، انما كاس مصر ده كان ضربه صعبه. ويعني انا شايف ان سوارش ما عرفش يكمل لنفسه رصيد في الفتره القصيره اللي هو كان فيها دي. لدى الجماهير ولدى النقاد ولدى الاداره، مش مفروض اتحدث عن الاداره بس بقول يعني توقعي. فانا شايف ان سوارش اتخذ معاه الاجراء الصح وتوجيه شكر له على الفتره 17 مباراه اللي خسر منهم ثلاثه وبطوله كاس مصر، وبركاد احتل المركز الثاني. يعني النقطة الفنية المهمة انه ما قدرش رغم قرار الإدارة بتصعيد الشباب، ما قدرش يدي لمحة فنية في ان اللعيبة دي تبقى كويسة ولا مش كويسة. فزادت حيرة الجماهير وزادت حيرة النقاد، اللعيبة دي كويسة ولا مش كويسة، بيتابعهم بشكل فني ولا لا. فما شفناش ده في الملعب خصوصا. هو ما كانش جاي بالثقافه دي يعني، هو كان حتى بيقول انا جاي وما عنديش حاجه اسمها لاعب كبير ولاعب صغير، انا هقيم كل اللعيبه وهشوف. بس احنا لا شفنا ده ولا شفنا حتى اداء من اي لاعب مختلف في الفتره اللي كان فيها. اللعيبه كمان انفلتت في الملعب. بمعنى ايه؟ ان كل لاعب بيفكر في نفسه بس، حتى اللي صعدوا حديثا مع الفريق عشان بيفكر في نفسه بس. احنا عموما اللعيبه يعني البند ده لازم يتوقف عنده شويه، عندنا شويه برضو ايه تفاصيل كده عايزين نتكلم ونعرف رؤيه حضرتك للعيبه، سواء اللي تم تصعيدهم
او اللعيبه الاساسيه، اللعيبه المحترفه اللي كانت موجوده. خلينا بس نطلع بعد اذن حضرتك فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. هنستكمل حديثنا مع الاستاذ سامي عبد الفتاح، وللاسف الوقت بيجري بسرعه جدا والفقره دي كمان تايت شويه او يعني الوقت فيها مش كبير، فاحنا هنترك لحضرتك بقى المساحه كلها للكام دقيقه اللي جايين. خلينا بس نقف او نبدا من عند النقطه اللي وقفنا عندها، وهي قصه هنا انا بقيم الفتره اللي فاتت سواء سواريش سواء لعيبه، هو لم يخدم اللعيبه واللعيبه لم تخدم برضو سواريش. خلينا نبدا من هنا، يعني ما حسيتش ان ده قدم حاجه وده ده قدم حاجه لده. يعني انا عايز اقول اللعيبه ما خدمتش سواريش، واللعيبه ما خدمتش انفسهم طبعا في الاول، ما خدمتش الفرقه دي طبعًا. نقطه مهمه جدا طبعا، يعني مهم جدا ان نوصل رساله للاعبين ان هم ما كانوش على مستوى المسؤوليه الكافيه في هذا الظرف الصعب على فرقه الاهلي، مش عشان خسروا بطوله ولا مركز ثالث. في المعتاد الاهلي كل خمس ست سنين في دروب شويه وبيرجع اكتر من خمس، يعني ماشي بيرجع الكيرف بيعلى تاني، بيعلى تاني بقوه. كنت بدور على نوعيه اللعيب الاهلي اللي احنا نعرفها من سنوات طويله، يعني يكون عندهم احساس بمسؤوليه اكتر، حاسين بتعب الجماهير معاهم. يعني عشان كده انا قلت يوم ما جه سواريش في لقاء برضو في الاستوديو هنا ان اللعيبه عليها مسؤوليه اكثر من سواريش نفسه. لان هم اللي حافظين الخريطه وحافظين الجو وحافظين الظروف، وكان لازم يعني في الفاصل استاذ كريم قال اللاعبين، حتى اللاعبين القديم ما شفناه القدام ما شفناش منهم حاجه. انا يعني من اعذرهم ان هم كان عليهم جهد عالي جدا وضغط بدني فوق الوصف، لكن برضو يعني اللي موجود في الملعب عليه مسؤوليه قدام الناس قدام الجماهير، لازم يؤدي باداء مش انا شايفه فرد شويه فرد كتير. يعني انت بتفكر في نفسك بس، مش هقول اسماء لكن لا مش لازم، اصل مش يعني الجماهير كلها عارفه، يعني مراوغات زياده، استعراض في كوره، مع ان انت بتعاني. ما كانش في اللعب الجماعي اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي، ده فعلا كان غايب حق يقال. يعني الجماعه في الثلث الخلفي هو في تدهور في كواليتي اللعيبه. انا مش بتكلم على لعيبه النادي الاهلي، انا بتكلم على لعيبه كره القدم المصريه عموما. هو تحس مع كل اجيال جديده بتستجد، يعني نادرا كل فين وفين لما تلاقي لعيب فيه ريحه الزمن الجميل، اللعيب اللي هو بيموت نفسه في الملعب وفعلا تحس ان هو بيشاع انتماء للنادي اللي هو بينتمي ليه. يعني دلوقتي ما تفهمش في حاجات افسدت المنظومه الكرويه، السوشيال ميديا، الفلوس، النجوميه، انا مش عارف الضربه جايه منين. ولا كانوا بيحاولوا يثبتوا نفسهم قدام سواريش، فكل واحد عايز يلعب لعب فردي. بالظبط بالظبط، دي نقطه، وانت حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، الكواليتي مش دليل. احنا في منتخب مصر في ايه؟ عمل ايه منتخب مصر؟ صحيح كروش يعني وصل لنهائي كاس افريقيا وخسر، وصل نهائي كاس العالم وخسر التاهل يعني. فبالتالي يعني الكواليتي مش هو ده اجمالا، مش في الاهلي بس طبعا لعيب الاهلي عليه مسؤوليه تاريخيه طبعا قدام الجماهير وقدام نفسه، لانه لابس الفانيله الحمراء. دي نقطه مهمه جدا، لازم هي دي نقطة مهمة، ولسه عندنا كمان نقط يمكن كمان تزيد أهمية، بس للأسف احنا الوقت المتاح لينا في الفقرة دي بيوشك على الانتهاء. لازم حضرتك تنورنا، بس تكون يعني ايه شديت حيلك كده، ألف سلامة على حضرتك. الله سلام. تنورنا عشان نستكمل الكلام، لأن فعلا لسه في تفاصيل كتير كنا حابين نتكلم مع حضرتك فيها. لا تحت أمركم. شكرا ليك أستاذ سامي، ومعلش بقى لضيق الوقت النهاردة. هنشوف حضراتكم بقى تاني، بس الفقرة اللي جاية هتكون مع كريم. أنا هشوف حضراتكم بكرة بإذن الله، وهتكون فقرة طبية مع دكتور دينا أبو السعود، وأكيد ملف طبي برضه يهم حضراتكم. فاصل ونرجع نكمل.